هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا بعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ نعم يجوز ولا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول أيضا هل يجوز والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أظن لأم سلمة أن تسعى أن تطوف وهي راكبة، حيث اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.